يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيتكم بكيكة جديدة ومول جديد، وكنتمنى هذا المول يعني يعجبكم لأنه كيجي راقي، وكنقول لكم إن شاء الله غنتقلوا للمقادير. بسم الله على بركة الله، إن شاء الله غنبداو المقادير. عندنا كاس ديال السنيدة، ثلاثة البيضات، فانيا، جوج ساشيات ديال الخميرة ديال الحلوة، كاس ديال الحليب، 100 غرام ديال الزبدة، وربع كاس ديال الزيت، والدقيق حسب الخليط، وكناخدو كذلك واحد بحال سميتو ديال مرصوات ديال اللوز يعني مغلفين بالشوكولاته الابيض والكحل. غادي نديروهم في الوسط ديال الكيكه ديالنا البنات، وقريصه ديال الملحه. ومن بعد البنات هذا هو المول اللي غادي ندير فيه الكيكه ديالنا، ها هو وريتو لكم يعني كيجي الشكل ديالو رائع في الكيكه. وهنا البنات خديت الزبده وغنزيد عليها السنيده، ومن بعد غادي ناخذ الساشيه ديال الفانيا وغنديرهم في الماكينه ديالنا باش يضربوا لينا مزيان، ومن بعد غادي نكملوا المقادير. وهنايا خديت ثلاثه البيضات، بديت كنرمي بيضه بيضه وغادي نخليهم حتى هما يضربوا، من بعد غنزيد عليهم المقادير الاخرين. وهنا كملت البيض ديالنا وخليتو يضرب واحد شويه، ومن بعد زدت عليه شويه الملحه يعني قريصه ديال الملحه وربع كاس ديال الزيت، وغادي نخليهم يضربوا واحد شويه، ومن بعد غادي نرجع معاكم. وزدت هنايا كاس ديال الحليب، ومن بعد بديت كنزيد في الدقيق يعني تدريجيا، نحاولوا اننا نزيدو بشويه بشويه حتى نوصلوا للنتيجه اللي بغينا. وهنا البنات غادي نزيدو جوج ساشيات ديال الخميره الحلوه، وغنبقى نزيد في الدقيق، غنكمل الدقيق ديالنا حتى نكمل يعني تنوصل للنتيجه اللي بغيت، القوام ديال العجينه ديالنا.
وهذا هو القوام ديال الكيكه ديالنا. البنات هنايا ما تشجش ليا هذاك دوك المرصوات ديال اللوز اللي مغلف بالشوكولات من رميته. المهم غتاخذوا واحد القدر يعني نتوما وشحال قديتو ديال ديروا في هاد الكيكه. المهم ها هو ولا ديروا شوكولات يعني عادي. انا درته مغلف باللوز ماشي مغلف باللوز، اللوز هو اللي مغلف بالشوكولات، الشوكولات الابيض والشوكولات الكحل. وهذا هو القوام ديالو البنات. هانتوما شفتوا كيفاش كتكون العجينه ديال هاد الكيكه هادي. غتبقاو تزيدوا في الدقيق حتى توصلوا لهاد النتيجه هادي. وهذه هي الكيكه ديال هذا هو العجينه ديالنا. وهنايا غندخل الكيكه ديالنا للفران، ومن بعد ملي خرجتها هذا هو الشكل ديالها. ويعني البنات هنايا ملي قلبت المول ديالنا عطاني هذا الشكل، هذا كيجي رائع. وهذا هو الشكل ديالها ملي زوقتها البنات. خديت هذاك الشوكولاته الابيض والاسود اللي درته من الداخل زوقته من الفوق، ومن بعد درت خطوط سوداء يعني ديال الشوكولات. وكنتمنى ان هاد الكيكه يعني تجربوها لانها كتجي رائعه. وغادي نقطع منها واحد الطرف وغتشوفوها البنات كيفاش كتجي من الداخل، يعني كتجي حتى في الشكل ديالها من الداخل كتجي يعني زوينه. وكنقول لكم البنات ان شاء الله يعني طبقوا هاد المقادير كيجيو رائعين. وكنقول لكم مبارك عواشيركم، وكنشكر كذلك جميع المتتبعين. وكنقول لكم يعني تدخلوا للقناه ديالي ماريكا اوزيت، والى اللقاء.